بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله نستكمل مع بعض سلسلة الحلقات السابقة اللي بدأنا فيها نحل الكتاب الشامل على جزء الهرمونات. نستكمل مع بعض. عندنا سؤال 59 جاي بيقول لي: هرمون نقط يحمي الجسم من الجفاف عند تعرضه لأشعة الشمس أو الحرارة الشديدة. هرمون بيفرز لما الواحد يتعرض لأشعة الشمس أو حرارة شديدة. ليه اللي بيحصل لك لما الجو يكون حر؟ هتبدأ تهرب، تفقد كمية كبيرة من قلب الماء اللي موجودة في جسمك. طيب دلوقتي هل معدل البول بتاعك يكون سريع ولا بطيء؟ عايزين يكون بطيء عشان نحافظ على الماء اللي موجودة في داخل الجسم. ففي الحالة دي مين الهرمون اللي مهمته إن هو يقلل من خروج البول أو يعيد امتصاص الماء اللي موجود في البول؟ أيوه، برافو عليك، الهرمون المضاد لإفراز البول ADH. هل هرمون النمو؟ يعني لو أنت متعرض للشمس هتنمو؟ انت الشجره يعني عشان تعمل بناء ضوئي محتاج ضوء شمس. اف اس اتش ده خاص بالمناسل، تمام. الكورتيزون ده بيعمل معدلات الايدو، ده دلوقتي بنتحرق مش محتاجين ايدو. طيب نيجي مع بعض العباره 60. نقص افراز هرمون الثيروكسين في مرحله الطفوله يؤدي الى ثيروكسين في مرحله الطفوله، تمام. يعني واحد لسه طفل صغير والهرمون الثيروكسين اللي مسؤول عن معدلات الايدو سواء بروتينات او عظام او غضاريف، الايض بتاعهم او النمو بتاعهم بصفه عامه حصل فيه خلل، فايه اللي هيحصل له؟ كسر الجسم وكبر حجم الراس، وشفنا عندنا في فيديو سابق في الشرح بتاعه جبت الكسوره للشخص ده. ايوه فعلا بيحصل نفس الاعراض دي. تاخر النضج الجنسي وممكن كمان ما يعرفش ينجب. ايوه ممكن ما يعرفش ينجب لان نضج الجسم بصفه عامه حصل فيه خلل، فبالتالي نمو الخصيتين والاعضاء التناسليه برضه ممكن يحصل فيه خلل. تاخر النضج العقلي ممكن يجي له تخلف عقلي. ايوه تمام، فلا عندي جميع مصر. نيجي مع بعض الرقم 61. يتأثر الكبد في الإنسان بالهرمونات الآتية ما عدا كبدك، هيتأثر بكل الهرمونات دي ما عدا هرمون مين؟ السؤال ده اتكرر معانا قبل كده يا شباب من نفس الصيغة دي في الفيديو اللي قبل ده مباشرة. الجلوكاجون عرفنا إن هو بيروح للكبد على أساس إنه يطلع الجلوكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز في الدم. الأنسولين العكس، يخزن السكر في الكبد في صورة جلوكوجين أو يتحول بعد كده لدهون، تمام. الأدرينالين عرفنا إن هو بيفرز في حالة الطوارئ، لكن السكرتين ده خاص بالجهاز الهضمي اللي هو بيفرز عندنا من الامعاء الدقيقه وبيتنقل بعد كده من الدم وبيروح للبنكرياس عشان يحسوا لافراز العصاره الهضميه. طيب نيجي بعد كده يا شباب عندنا بالنسبه ل 62. زياده نسبه سكر الجلوكوز التي تمر الى داخل الخلايا بسبب زياده نسبه سكر الجلوكوز اللي بتمر داخل الخلايا. احنا قبل كده في فيديو سابق يا شباب عرفنا ان احنا عندنا الانسولين هو مفتاح الخليه لدخول الجلوكوز، هو الوحيد اللي يقدر يروح على الخلية يرتبط بالبوابات بتاعتها وبناء عليه يفتح للبيبان ومباشرة يدخل الجلوكوز لداخل الخلية. فدي طريقة من الطرق اللي بيخفض بيها نسبة السكر في الدم. فجاي بيقول ليه نسبة السكر اللي تدخل الخلية بدأت تزيد؟ هل بسبب غياب الأنسولين؟ ده الأنسولين لو غير موجود السكر يزيد في الدم وليس داخل الخلية، تمام. زيادة الجلوكاجون، الجلوكاجون لا، الجلوكاجون عرفنا ان هو بيفرز على اساس يزود لي نسبة السكر في الدم وليس داخل الخلية، تمام. طيب عشان يدخل الخلية حتى لو جه السكر من الكبد لازم الانسولين يكون موجود عشان برضه يدخله، ماشي. وجود الانسولين، ايوه هو ده العبارة اللي عندنا، ان الانسولين وجوده هو اللي يحفز عندنا الخلايا لامتصاص السكر المخزن في الدم. نقص الجلوكاجون، عرفنا ان الجلوكاجون عندنا ينقص مع زيادة الايه الانسولين، فممكن يعني واحد يتخدع في رئتي. لا، اهم حاجه عندي وجود الانسولين. لو افترضت ان الانسولين مش موجود كان ممكن اعتبر ان نقص الجلوكاجون، تمام، ده دليل ان الانسولين موجود، تمام، او ان السكر موجود، بس اللي عندي صيغه افضل ان وجود الانسولين هو الصح. نيجي مع بعض ال 63. عند تعرض الجلد للجفاف فان ذلك ينشط افراز الغده. جلد حصل له جفاف يعني فقدان ميه، تمام، هينشط افراز اي غده؟ هل تيموسية ولا درقية ولا خضرية ولا غير درقية؟ لا، ده احنا هنا بنتكلم عن حاجة تانية، عن الجلد الجفاف. يعني عندنا هرمون خاص بالمحافظة على الجلد والشعر، تمام. مين الهرمون في دول اللي ليه دور في الجلد والشعر؟ التيموسية دي مناعية، الجار درقية ما خدناش الا هرمون الباراثيرمون، ماشي، اللي مهمته يرفع الكالسيوم في الدم. القذرية عرفنا ان القشرة بتاعتها بتفرز الكورتيكوستيرويدات، وعرفنا ان ديت خاصة بالايض. والالدوستيرون اللي هو الهرمون المعدني اللي بينظم لي نسبة المعادن اللي بيتم طردها خارج الجسم، تمام. وعرفنا الابينفرين والنور ابينفرين، فدول مالهمش دور خاص بالجلد. لكن لما نروح للدرقية عندنا هنلاقي الدرقية
بتفرز هرمون الثيروكسين اللي بيظبط لي معدل الايض في الجسم بصفة عامة، وبرضه ليه دور في الجلد تمام بتاعنا، فالوحيد اللي يمشي معانا البطن. نيجي مع بعض الرقم 64. تتأثر درجة تركيز البول بواسطة هرمون لشخص مصاب بالسكر، واحد عنده سكر تمام، يا ترى مين الهرمون اللي هيأثر عليه؟ السكر على طول، يبقى انا بتكلم عن هرمونين، يا انسولين يا جلوكاجون، ماشي، هما دول اللي بيظبطوا نسبة السكر في الدم. لكن شخص مصاب بالسكر يبقى الهرمون غيابه ادى الى التبول بكمية كبيرة تمام، فالهرمون اللي هيكون عندي هيكون هرمون مين؟ الانسولين. طب واحد هيقول لي الهرمون القابض للاوعية الدموية، يا استاذ الهرمون القابض للاوعية الدموية ده مهمته ان هو يعيد امتصاص الماء مرة اخرى، لكن مريض السكر يا شباب السكر في دمه عالي، فطول الوقت بيعمل تبول، فلازم يطلع ميه من قلب الجسم مع البول، ما احنا مش هنطلع له سكر يعني جاف من قلب الجسم، لازم يطلع في صوره ذائبه، فبالتالي غصب لازم يمص كميه من الميه اللي موجوده في قلب الدم، فتلاقي مريض السكر دايما عطشان، دايما بيشرب ميه بشكل مستمر تمام، دايما بيروح الحمام لان عنده تبول مستمر، وتعويض الميه اللي بيفقدها عن طريق البول لازم يشرب ميه بشكل مستمر. لكن الكورتيزون ده خاص بالايض، الكالسيتونين ده خاص بالكالسيوم تمام، وقبل الاوعيه الدمويه خلاص عرفناه ان ده يكون في حاله ان الميه قليله في قلب الدم تمام. فتركيز البول عندي لو قال لي تركيز البول بس من غير مصاب بالسكر، هقول له قبل الاوعيه الدمويه، لان هيمص الميه تمام، وبالتالي تركيز البول هيبقى ايه؟ اكثر تركيزا. حلو، لكن طالما جاب لي كلمه مصاب بالسكر يبقى انا ما عنديش الا الانسولين. ناخد بالنا من السؤال ده يا شباب، تركيز البول بدون مصاب بالسكر يبقى هقول القبض للاوعيه الدمويه هي الصح، لكن طالما جاب لي كلمه مصاب بالسكر يبقى الهرمون اللي عندي اللي هو الانسولين، لان وجود الانسولين هيقلل من كميه الايه؟ التبول، وبالتالي التركيز هيبقى عالي. عدم وجود الانسولين هيزود من كميه التبول تمام، وتركيز السكر هيبقى في البول عالي تمام، وفي نفس الوقت الفضلات برضو هتبقى مخففه، يعني الفضلات النيتروجينيه هي تركيزها هيبقى اقل عندي. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبه لشكل 65. جاي يعطيلي رسم بياني ويقول لي شكل بياني تركيز بعض الهرمونات بعد اداء احد الامتحانات تمام. واحد كان في الامتحان الهرمون كان عنده في الدم، لو لاحظنا هنا نلاقي كان الهرمون الاولاني ده بيقول الاولاني اللي هو الفاتح الادرينالين، ده الادرينالين، وكورتيزون ده الكورتيزون تمام. هتلاحظ ان الهرمونين كان تركيزهم في الدم عالي، ده واحد طلع من الامتحان وبعد الامتحان مباشره بساعه اثنان الهرمونين دول لقينا مستواهم 140 و100. طيب صبرنا عليه شويه، فبدانا بعد مثلا ساعتين خدنا قرايه، بعد 3 ساعات قرايه، بعد 4 ساعات قرايه، بعد 5 ساعات قرايه، جينا بصينا لقينا عندنا الهرمونات معدلها بدا ينخفض، فجاي بيقول لي بما تفسر زياده كلا الهرمونين اثناء فتره الامتحان وانخفاض تركيزهما بعد الامتحان؟ الامتحان بيكون وقت جد، وقت توتر، وقت خوف، خايف ان انت تفقد درجات، قاعد بتركز في قلب السؤال، متوتر، ضربات قلبك بتزيد، معدل تنفسك بتزيد، بالذات اللي مش مذاكر، اللي مذاكر ولاقي الاسئله كلها من الحاجات اللي حلها قبل كده بيبقى عنده يعني ممكن برضه يحصل ممكن يحصل زياده، ايوه فرح، فرحان، ضربات قلبه من الفرحه بتزيد، يعني ممكن في حالات الحزن او حالات الفرح تمام، او الخوف والفرح ممكن الاثنين يحصل، الادرينالين يفرز او يفرز. لكن جاي بيقول لي دلوقتي ليه زياده التركيز بتاع الادرينالين؟ احنا عرفنا الادرينالين عندنا مهمته ان هو مجرد افراز الادرينالين عندي بيزود ضربات القلب ومعدل التنفس، فانت بتتعرض لموقف توتر، فبناء على الادرينالين كان مرتفع، لكن بمرور الوقت هيبدا ينخفض عندي هرمون الادرينالين بشكل مستمر نتيجه ان انت ايه زوال المؤثر او التوتر اللي كان موجود، هلاقي الهرمون بدا ينخفض عندي ويرجع للتاثير الطبيعي بتاعه او التركيز الطبيعي. طيب بالنسبة للكورتيزون اللي هو بتاع معدلات الأيض، احنا عندنا دلوقتي في سكر موجود في قلب الدم تم حضوره من الكبد، خدناه من الاحتياطي، أو لو هو كان موجود ففي الحالة دي معدلات الأيض عندنا هتلاقي بشكل منخفض، لكن في حرق كان مستمر، كان عندك الحرق عالي في الوقت ده تمام، بتنتج طاقة عشان قاعد بتفكر وتقوم بأنشطة عقلية، فكل ده كان محتاج منك طاقة وتربطات عصبية كتيرة، فبالتالي كان ارتفاعه عالي، لكن مجرد ما انت خلصت الاختبار وخلاص المعلومات بقت ما انتش محتاج التربطات ديت والشغل اللي كنت مشغل فيه دماغك، هيبدأ الهرمون عندي يبدأ ينخفض. نيجي مع بعض ليه 66. يطلق على خلايا جزر لانجر هانز، خلايا جزر لانجر هانز بتعمل ايه؟ هل هي غدة النشاط؟ لا، الدرقية. غدة العظام؟ برضو عندنا الدرقية والجار الدرقية الاثنين هما اللي بيظبطوا لي الكالسيوم تمام. غدة الانفعال، جزر لانجر هانز بتفرز الانسولين جلوكاجون بتخليك تنفعل برضو، لا
انما هي منظم الجليكوجين. ايوه فعلا هي منظم الجليكوجين. ليه منظم الجليكوجين؟ لان الانسولين هو اللي بيخزنه والجلوكاجون هو اللي بيطلعه، وكل ده عن طريق الكبد. نيجي مع بعض ل 67. كل ما يعلم من وظائف هرمون الاي دي اتش ما عدا الهرمون الاي دي اتش، خد بالك بيكرر معانا كتير، مضاد لادرار البول. طيب هل بيفرز عند الجفاف؟ ايوه بيفرز عند الجفاف، لما يكون جسمك فيه جفاف او ميه قليله فبيقلل من كميه البول عشان ما تفقدش ميه كتير. بيعمل على زياده تركيز البول، ايوه بيزود تركيز البول بتاعك، تمام، لان هو بيعمل على اعاده امتصاص الماء تاني من النفرونات، فبالتالي الميه اللي بتطلع مع البول قليله، فبالتالي بيطلع بولك غامق، ودي اكبر دليل عندك اثناء فتره الصيام. تعالى كده قبل مثلا المغرب ولا حاجه، دخلت الحمام هتلاقي البول بتاعك طالع لانه غامق جدا، تمام. لكن مثلا لو انت بعد لسه متسحر ورايح الحمام، هتيجي تلاقي البول بتاعك لونه شفاف. طب ايه السبب؟ ما انت لسه شارب لترين ميه قبل المغرب، قبل الفجر، فمباشره الميه كانت زياده في الدم، تم التخلص منها، كان الهرمون منخفض، وبالتالي تم التخلص من كميه الميه الزياده في الدم. لكن لما جينا عند المغرب ما فيش ميه طول اليوم، ففي الحاله ديت كميه الميه اللي في دمك قلت، فبدات تتم عمليه اعاده الامتصاص مره اخرى بسبب هرمون الاي دي اتش، فبالتالي زاد تركيز البول عندك. فالعباره دي تمشي معايا، تمام، بيحصل. خد بالك ان احنا محتاجين مين؟ ما عدا مين بقى اللي عندي انبساط الاوعيه الدمويه؟ احنا عرفنا الهرمون ده بيعمل انقباض الاوعيه الدمويه، تمام كده. فالعباره اللي تمشي معايا هي انبساط الاوعيه الدمويه، لان هي بيحصل عندي انقباض الاوعيه الدمويه وليس انبساط. واضح كده يا شباب؟ نيجي عندنا بالنسبه ل 68. هرمون نقط يؤثر في الوظائف الافرازيه النوعيه لخلايا احد الجنسين دون الاخر. خد بالك لما بنتكلم عن احد الجنسين دون الاخر، يعني شغال عند الذكور او عند الاناث، اللي هيبقى شغال عند الاثنين او مش شغال خالص هو ده اللي هيبقى في المشكله، تمام. وغالبا مفيش حاجه اسمها شيء مش شغال خالص، لازم هنلاقي واحد بيشتغل عند الاثنين. جاي بيقول لي دلوقتي عندنا هرمون نقط يؤثر في الوظائف الافرازيه النوعيه لخلايا احد الجنسين دون الاخر، بيأثر على واحد دون الاخر. احنا عرفنا مع بعض ال LH، تمام، بفرز عند مين؟ بفرز عند الذكور والاناث، مش تبع FSH، بفرز عند الذكور والاناث، مش تبع، فضل عند البرولاكتين والاستروجين. بيقول يؤثر في الوظائف الافرازيه النوعيه، يعني خاصه بنوع واحد، تمام، دون خلايا الاخر، تمام. احنا عرفنا مع بعض ان الاستروجين عندنا مسؤول عن نمو الخصائص الجنسيه الثانويه لدى الاناث، كبر الغدد الثدييه وتنظيم الدوره الشهريه، تمام. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن افراز، هل الاستروجين هيعمل افراز؟ هل الاستروجين هيعمل افراز عندنا عند الحريم مثلا؟ ده ما بيعملش افراز، ده بيكبر الغدد الثدييه، لكن ليس مسؤول عن افراز الغدد الثدييه. ان مين اللي يخلي الغدد الثدييه تفرز؟ البرولاكتين، يبقى اختار الف. نيجي مع بعض ل 69. اي من التالي لا يخص هرمون الانسولين؟ واحد من دول ليس تابعا لهرمون الانسولين، ينتج عن قله افرازه الاصابه بمرض البول السكري. الشخص اللي عنده قليل في الانسولين هيجيله مرض البول السكري. يتحكم في مستوى سكر الجلوكوز في الدم، ينتج من خلايا معينه في البنكرياس، ينتج فقط في الافراد البالغين. احنا شفنا مع بعض ان الثلاث عبارات اللي فوق ينطبقوا على هرمون الانسولين، بيفرز من البنكرياس، من خلايا جزء البنكرهانز اللي هي خلايا بيتا، بيتحكم في السكر، صح، بينتج عن نقصه هرمون مرض البول السكري، صح. انما ينتج عند البالغين، يعني الاطفال الغير موجود عندهم، هيبقى العباره ديت هي الخاطئه التي لا تخص هرمون الانسولين. 70. تنشا الحاله المعروفه بالقذامه نتيجه واحد قزم قصير، تمام. طيب انا عندي في قزامه وعندي قمع. قزامه قزم ده هنتكلم عن هرمون النمو، قماء ده هرمون التي 4 او الثيروكسين اللي بيفرز من الغدد الدرقيه، تمام. طيب فجاي بيقول لي دلوقتي عندنا قزامه، يبقى انا بتكلم عن هرمون النمو. طيب ده هرمون نمو، هرمون نمو، هرمون نمو، ثيروكسين، لا ملوش دعوه، لما يجي له قمع او الثيروكسين. طيب جاي دلوقتي يا ترى القزامه زياده ولا نقص؟ نقص، لا عندي زياده، اقول بالسلامه، فضل عندي نقص هرمون النمو اثناء البلوغ، نقص هرمون النمو اثناء الطفوله. يا ترى الهرمون ده قل امتى؟ هو طفل ولا هو بالغ؟ ها رايك ايه؟ ايوه اثناء الطفوله، ما هو مش هيكون بالغ ويجي له قزام، بالغ يعني خلاص وصل الطول الطبيعي بتاعه، مش عنده 21 سنه والهرمون قل، هيجي له قزام هيقصر تاني؟ لا مستحيل، ما ينفعش بعد البلوغ. 71. الهرمون نقط ينبه البنكرياس لافراز اعصارته بعد قطع كل الاتصال العصبي به، تمام، ايوه ده احد العلماء زي ما احنا شفنا قبل كده في الجزء الخاص بالعلماء، عرفنا ان هو قطع جميع الاتصالات العصبيه الخاصه بالبنكرياس والاعضاء المجاوره، على اساس ان هو كان معتقد في البدايه ان التنبيه كان تنبيه عصبي، ان البنكرياس بيجي له اشاره عصبيه بنكرياس في اكل جاي، فبناء على البنكرياس يبدا يفرز الانزيمات العظيمه.
فقام قطع كل الاتصالات العصبية، لكن فوجئ إن في اتصال غير عصبي. طب يا ترى الاتصال الغير عصبي مين الهرمون؟ تمام؟ ها رأيك إيه؟ هل الأنسولين؟ بس كان الأنسولين بيفرز من البنكرياس ملوش دور. الجلايكوجين؟ الجلايكوجين ده سكر مخزن في الكبد ملوش دور. تمام؟ طيب سكرتين وجاسترين رأيك إيه؟ الجاسترين بيفرز من المعدة ويرجع للمعدة عشان تفرز العصارة إيه؟ الخلوي تاني، يعني المعدة بتحفز نفسها، أيوه عضو يحفز نفسه بإفراز هرمون، أيوه هي المعدة بتفرز الجاسترين، لكن السكرتين أيوه هو ده السكرتين بيفرز عندنا من أمعاء دقيقة ويروح للدم للبنكرياس وللبنكرياس وهنا بيلحقنا بشوية عصارة عظيمة عشان نقدر نهضم الطعام. نيجي مع بعض 72، من الضروري توافر عنصر اليود بطعام الإنسان. عرفنا اليود إن هو مهم جدا في إيه؟ تمام، عرفنا إن هو بيدخل عندنا في الغدة الدرقية، بيرتبط مع حمض أمين اسمه تيروسين عشان يعطينا الثيروكسين، بيرتبط بحمض أمين اسمه تيروسين اللي يعطينا الثيروكسين. طيب فاحنا دلوقتي محتاجينه، يا غدة درقية يا ثيروكسين، هما دول اللي هندور عليهم. يمنع تجلط الدم؟ لا مش دور في التجلط. يدخل في تكوين هرمون الباراثيرمون أو الباراثيرويد؟ لا ده في الجلطة الدرقية مالناش دعوة بيه. ينشط كرات الدم البيضاء ولا ليه دور؟ يدخل في تكوين الثيروكسين، أيوه هي دي العبارة اللي عايزاها. عند تعرض الجلد للجفاف فإن ذلك ينشط إفراز نقط. أولا الجلد تعرض للجفاف، يا ترى إيه اللي هيفرز عندنا يا شباب؟ هل هيفرز من الغدة النخامية، من الغدة الدرقية، من قشرة الغدة الكظرية، من البنكرياس؟ رأيكوا إيه؟ ها إحنا عندنا جلد للجفاف، يبقى أنا دلوقتي عايز تنشيط عشان أحافظ على الجلد. تمام، احافظ على الجلد عن طريق هرمون الثيروكسين اللي بيفرز من الغدة الدرقية. حلو، اقوم جاي على طول عامل هنا، لا، فيقول لي ذلك ينشط افراز نقط. اولا مين اللي هيبقى الاول قبل الغدة الدرقية؟ طبعا الغدة النخامية. تمام، الغدة النخامية بيجي لها اشارات من تحت المهاد، واتكلمنا عن الكلام ده في اللايف، ان احنا عندنا بيتم تنبيه الغدة النخامية عن طريق تحت المهاد اللي بعد كده بتبعت اشارة للغدة الدرقية تقول له يا غدة درقية افرز لي الهرمون اللي هو التي 4 او ثيروكسين اللي بيحافظ على الجلد وبيحميه من الجفاف. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبه لي 74، غالبا تعالج حالات التضخم البسيط للغده الدرقيه. واحد عنده تضخم بسيط، التضخم البسيط ده زياده ولا نقص افراز؟ برافو عليك، نقص افراز. لكن التضخم الوتيري، تمام، التضخم الجحوظي، اه ده بيكون ايه؟ زياده افراز. طيب ده عنده نقص افراز، اعمل له ايه؟ اعمل له حقن بالتي اي اس اتش، ماشي، حقنه بالثيروكسين، اضيف له في الطعام، ماشي، جميع مسائل. تضخم بسيط، نقص افراز، ناخد بالنا بقى يا شباب. السؤال ده كده العمليه جايه شويه، ماشي، مش محدده، لان المفروض لما يكون عنده واحد عنده تضخم بسيط لازم ابحث الاول سبب الخلل الموجود عنده ايه هو. اشوف الاول هل اليود في الدم معدله طبيعي؟ ايوه اليود في الدم معدله طبيعي. تمام، خلاص يبقى المشكله عنده ان الغده فيها مشكله وبالتالي الهرمون قليل. طيب لو فحصنا اليود في الدم ولقينا اليود في الدم منخفض، يبقى لازم اكل اليود في قلب الطعام، اديله اسماك بحريه، ملح بحري، تمام، نباتات مزروعه في تربه غنيه باليود، يبقى الحاجات دي همده بيها الاول. فده اول حل اعمله، اضيف اليود للطعام رقم واحد. تمام، لكن لو لقيت بعد كده ان عنده نقص في الهرمون، لو قال ان عنده نقص في الهرمون، اقول له احقنه بالهرمون. خدنا بالنا من الحته دي؟ يبقى تاني اعالج التضخم بسيط، عشان ممكن واحد يقول لي يا استاذ انا اديله تي اس اتش على طول. طب ما جايز يا سيدي يكون هو عنده نقص يود، بس لو اديته اليود هيبقى طبيعي من غير ما اديله حقن. تمام، يبقى اديله اليود رقم واحد. لم يستجب اليود، او تركيز اليود في الدم الجسم بيتخلص منه، او لا يصل الى التركيز المناسب، او موجود بالتركيز المناسب لكن الهرمون لا يفرز بالشكل الطبيعي، يبقى في الحاله ديت انا اضطر ان انا احقنه بالثيروكسين او التي اس اتش. ماشي يا شباب.